في موجز لأهم الأنباء من A1 TV. أقر مجلس الأعيان في جلسته برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة قانون أمانة عمان كما ورد من مجلس النواب، فيما أعاد للنواب قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد إجرائه تعديلات عليه. وأبقى مشروع قانون أمانة عمان على تعيين أمين العاصمة من قبل مجلس الوزراء من ثلث أعضاء المجلس المعينين، فيما ينتخب سكان العاصمة ثلثي أعضاء المجلس انتخابا مباشرا مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للنساء. صرح وزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس بأنه لا يمكن إجراء دورة تكميلية قبل ظهور نتائج القبول الموحد، أي بعد نحو 4 أسابيع من اليوم. وقال أبو قديس في اجتماعه مع لجنة التعليم والشباب النيابية: لن نستطيع عقد دورة تكميلية في القريب العاجل، ومن غير الممكن إجراء ذلك. وأضاف أن نسبة النجاح بالتوجيه لهذا العام كانت أعلى من نسبة النجاح في العام الماضي. أعلنت إدارة السير المركزية أنها ضبطت 4245 مخالفة مرورية خطيرة تزامنت مع إعلان نتائج الثانوية العامة، وأوضحت أن المخالفات توزعت على 1326 مخالفة سير المركبات على شكل مواكب و1936 مخالفة خروج أجزاء من الجسم للركاب من المركبات أثناء المسير و957 مخالفة استعمال الزامور بصورة مزعجة و26 مخالفة قيادة المركبات بصورة متهورة واستعراضية. قامت الجرافات والآليات التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء عمليات جرف وتدمير لعدة من الطرق المؤدية إلى جبل صبيح الكائن في قرية بيتا جنوب نابلس. وقال أمين سر حركة فتح منور عبد الرحمن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت وجرفت عددا من الطرق الداخلية المؤدية إلى منطقة الجبل، كما قامت بإغلاق طرق أخرى بالسواتر الترابية لمنع المواطنين من الوصول إلى المنطقة. هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موقع تويتر بسبب سماحه لمتحدثي حركة طالبان بالتغريد المستمر في مقابل حرمانه من العودة إلى الموقع. وقال ترامب إن تويتر سمح للمتحدث باسم حركة طالبان ذبح الله مجاهد بنشر تغريدات فيها تفاصيل بشأن تقدم الحركة في أفغانستان والاستيلاء على العاصمة كابول. نهاية الموجز، إلى اللقاء.